انتوا مستنيين حد؟ لا. طب انا هروح افتح بس تخبيه. طب يلا يلا تعال نخش جوه احنا. مين؟ أمير؟ مساء الخير، الحاجة صبرة موجودة؟ مين حضرتك؟ أنا عليا منيب الصحفية، ممكن أقابل الحاجة؟ اتفضلي. شكرا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الحاجة صبرة والدة آدم؟ يا حبيبتي، اتفضلي. شكرا. أكيد أنتوا بقى بطة وسامية أخوات آدم. معقول يا حبيبي؟ حضرتك وننسي بتتصدروا على إرهابي؟ قلت لك مش إرهابي. ده شاب جدع حامى بنتي ولودين في رقبتي ولازم احميه. ولا بتشك فيا انا كمان؟ يا عم العفو، بس الحكايه مش كده. امال ازاي؟ يا عمي الدنيا كلها بتقول عليه انه ارهابي، وانا كمان اتورطت معاكم في الحكايه دي بالزياره اللي عملتها لسيف. ما هو من فضولك زياده عن اللزوم. والله انا اسف جدا ان انا خايف عليكم. ممكن اقول رايي؟ اتفضل يا ابني اتفضل. انا شايف ان وجودي هنا عامل لكم مشاكل، واستمراري يعمل لكم مشاكل اكبر. انا لازم امشي. تمشي ازاي يا ابني؟ حد قال لك ان احنا ولالات القصر؟ لا يا العفو، بس انا لازم امشي، ده اسلم حل ليكم. انا اللي يمكن اسيبك تعمل كده. اسمع يا ادم، انا لا بهددهم ولا بضغط عليهم، كل الحكايه ان انا خايف عليهم، وفي نفس الوقت انا بثق فيهم جدا، وطالما هم واثقين فيك للدرجه دي يبقى انا استحاله ابلغ. امير بجد مش هتعمل كده؟ بجد يا ناس. تتكلمي جد؟ يعني انت تعرفي مكان ادم؟ وطي صوتك شويه لحد يسمعنا. طب مستنيه ايه؟ ما تتكلمي بسرعه. حاضر يا حاجه، ثانيه واحده. ايوه يا كريم. ايوه يا علي، انت هناك؟ طب ثانيه واحده. والمشكله عماله تكبر ومش عارفين اللي منين ولا منين. الو، ايوه مين معايا؟ مونيكا. ايوه 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 يا دكتور، ده ليان. التليفون ده ليان. الو. ايوه يا ادم، الحاجه معاك. كده يا ادم؟ كده يا ابني ما تطمنش قلب امك عليك كده يا ادم؟ معلش يا امي، والله غصب عني. ايه ادم البولو عليك ده يا ابني؟ معقول انت تعمل كده؟ انا مظلوم يا امي والله العظيم، صدقيني. مصدقاك يا حبيبي من غير ما تحلف، انت ابني وعارفك كويس قوي، بس المصيبه ان الناس مش عارفين. مش عارفين يا ابني، مش عارفين يا ابني. اهدي شويه. يا ابن عمري. غلط اللي عملته ده، غلط. انا نبهت عليك اكتر من مره ما تتصلش بحد، لا تكون التليفونات متراقبه. فين يا دكتور؟ فين يا دكتور؟ كنت عايز اطمن على امي. طب ولما كلمتهم دلوقتي اطمنت؟ لا، قلقت اكتر. انا امي تعبانه ولازم اروح لها، لازم اروح اطمن عليها. ممكن اعرف السباك ده جه عمل ايه بالظبط؟ كان بيغير حنفيه المطبخ، كانت بتخر. ما الحنفيه زي ما هي في المطبخ، لا اتغيرت ولا حصل فيها حاجه. يمكن يا سيف غير لها جلده ولا حاجه. انا دخلت المطبخ لقيت الحنفيه سليمه. في حاجه دي؟ لا مفيهاش حاجة دي. والسباك ده عدد ايه بالظبط؟ تقدر تقول كده 10 دقايق، ربع ساعة. وبعدين ايه؟ انت بتشك فيا انه السباك ولا ايه؟ اتجننتي ولا ايه؟ اولا انا ما قلتش كده، وبعدين انا واثق فيكي وفي اخلاقك، في اسهام، وانا لسه عارفك امبارح ولا ايه؟ ما انا عارفة ان انت واثق فيا، مش ده اللي مزعلني. اللي مزعلني ان انت مش واثق في نفسك. تتهبلتي ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت عارفة انت بتكلمي مين؟ انا سيف الحديدي. انت عارف انا بيسموني ايه في الوزاره؟ الثقه بالنفس ماشي على رجلين. اديك قلتها، ماشي على رجلين. يعني ساعه كده وساعه كده، يعني مش راسيه كده على حال. الخوف بقى لا تروح ما ترجعش. تروح ما ترجعش؟ انت تقصدي ايه بالكلام ده؟ انا ما قصدتش حاجه. بقولك يا سيف، انا مزاجي النهارده رايق، مش طالبه معايا كنانة خالص. استني هنا، انت رايحه في ايه؟ رايحه في ايه؟ راح اخد شاور. لا والله،
واشمعنى بقى دلوقتي او النهارده عايزه تاخدي شاور؟ ايه ده؟ هو الشاور بقى له مواعيد عندك؟ ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب. اهلا، ازيك يا سامي؟ عامله ايه؟ ازيك يا عليا؟ يا ترى ماما موجوده؟ اه موجوده، اتفضلي اتفضلي. ميرسي. اتفضلي اتفضلي. ها يا حاج، اخبارك ايه؟ طمنيني عليك. الحمد لله زي الفل، ولا ايه يا حماتي؟ الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا. انت مش كنت نازل يا مرزوق ولا ايه؟ اه هشرب بس كوبايه شاي معاك وكده وبعدين اتكل على الله. بطه اعملي شاي لخطيبك. حاضر يا ام، تشربي ايه يا حبيبتي؟ لا 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 ميرسي، انا جايه في السريع وماشيه على طول. لا ده كلام، انا هعمل لك شاي. يا ريت يا حاجه لو نبقى على انفراد. على انفراد ليه؟ مفيش حد غريب هنا، كلنا اهل وستر وغط على بعض. ايوه بس يعني ما تخافيش، مرزوق ده يبقى خطيب بطه بنتي، وبعدين ده صاحب ادم قوي. طبعا يا حماتي انا فديكوا برقبتي، بس انا عايز اعرف الاستاذه عايزه ايه بالظبط. ادم عايز يقابلكم. ادم طلب مني احدد معاكم ميعاد ومكان للمقابله. يعني هنروح له في المكان اللي هو مستخبي فيه؟ لا هو هيجي لكم في المكان والزمان اللي انتوا تحددوه. اه بس اكيد يعني مش هنقابله في مكان عام، لاحسن لا قدر الله ينكشف. يستحسن يكون في بيت طبعا. ايوه بس البيت هنا ما ينفعش، البوليس اكيد مراقب البيت ومستني وصول ادم في اي لحظه. خلاص في بيت حماتي، بيت متداري وبعيد عن عيون البوليس. تمام كده، اديني بقى العنوان عشان ابلغه بيه. قولي له في بيت حمات اختك ساميه، هو عارفه. طيب تحبه امتى يا حاجه؟ خير البر عاجله، يا ريت بكره. ادم وحشنا قوي وعايزين نطمن عليه يعني. خلاص بكره الساعه 2 الظهر هيكون في الميعاد والمكان اللي حددتوه. يا رب يا رب يجيب العواقب سليمه. قادر يا كريم؟ يا رب يا رب. طيب استاذن انا بقى. وانا كمان عشان عندي شغل. ايه ده الشاي مرزوق؟ اشربيه انت يا بطه. يلا اتفضلي يا استاذه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما خليتيها تفتح السيرة قدام مرزوق. الله وفيها ايه يا بنتي؟ مرزوق ده يبقى جوز اختك بطة وستر وغطى علينا ومش ممكن يفكر يزينا. يما ما تنسيش ان مرزوق ده امين شرطة. ايوه بس مش ممكن هيفكر يزينا ابدا. جرى ايه يا سامية؟ تشك في مرزوق؟ الاحتياط واجب يا اختي. ده يمكن مع عبده جوزك، بس مرزوق ابدا، ده جدع على كل الجدعان. بعدين بقول لك ايه يا سامية، اذا كنا امنناه على بنتنا مش هنامنه على سرنا؟ الو سمر انت فين؟ لا انا زهقت. لا معايا بس مش عارفه الفه. بقولك ايه، هو مفيش منه ملفوف؟ طب تمام، خليكي بقى معايا كده واحده واحده وقولي لي اعمل ايه بالظبط. اه انا معاكي. اه تمام. لا انا بقالي ساعه محتاسه. اه كده اوكي ماشي تمام. ايوه أكلمك بعدين. وكمان يا باشا البت اللي اسمها عليا الصحفية دي راحت زارت أهل آدم وقعدت عندهم حوالي ساعة وبعد كده نزلت. الله، وإيه اللي يوديها هناك؟ مش في أمر من النائب العام بحظر نشر في القضية دي تماما؟ أيوة تمام سعادتك، بس ما تنساش إنها زميلته في الجامعة، يعني ممكن تكون راحت تطمن على والدته ولا حاجة. في ايه يا شامبي؟ وانت معانا ولا معاهم؟ انا مع العقل سعادتك،
والعقل بيقول ان احنا لازم نقلب الموقف من جميع الزوايا عشان نوصل لاستنتاج صحيح. يعني حضرتك تقصد ان انا ببص للمواقف من زاويه واحده. والله يا شامبي يعني ومنكم نستفيد. لا يا باشا العفو، انا ما اقصدش والله. انا كل اللي انا اقصده ان انا بفكر بشكل مختلف عن سعادتك. يعني انت تقصد ان انا بفكر بشكل غير متحضر. جرى يا سيف بيه؟ انا ما اقصدش اي حاجه من اللي انت بتقوله. انا اللي جرى ايه برضه يا شامبي؟ ما تاخد بالك من كلامك. الو ايه يا مرزوق، بتقول ايه؟ ليك معايا. في بيت حمات سامي اخت. الساعه كام؟ تمام. عارف انا العنوان ده. مرزوق اول ما ادم يوصل تديني رنه، هكون عندك في ثانيه، مفهوم؟ مرزوق خلي بالك انا ما بحبش الهزار. مع السلامه. فرجت يا باشا. عايزك تبقى جاهز الصبح انت والرجاله، عايزين ندخل نجيب الواد ده في دقيقه. مرزوق اتفق معايا اول ما ادم هيوصل عنده هيديني رنه، مفهوم؟ اوعى نتاخر يا بط. ما تقلقيش يا هنا. امال خالتي صبره فين؟ سبقتنا هي ويحيى عند سامي. انت متاكده انه هيجي؟ باذن الله ان شاء الله كلنا هنشوفه، ما تقلقيش بقى. طب هي حماد ساميه ساكنه فين؟ يا بنتي هنا في ابو العيله اخر الشارع وانت ما تعرفيش. بنت هنا انت رايحه فين؟ انا رايحه معاهم عشان نجيب الكهربيات عشان جهاز بط. كهربيات يوسف جه امشي الجار على فوق. ليه كده بس يا عم الحاج؟ ما تسيبها تروح تتفرج براحتها، دي حتى عروسه وعلى وش جواز. انت مال امك تتدخل ليه بيني وبين بنتي يا رخي؟ انا بس يعني قلت. بس يا مرزوق اسكت. يلا اتفضلي على فوق. اطلعي يا هنا اطلعي اسمعي كلمه. بطه انت هتستاذني منها بنت وانا واقف؟ يلا جري قدامي. يلا يا مرزوق. حاضر يا يلا يا بط. انت يا بنت انا مش قايل لك 100 مره ما تخش دعوه بالناس دول. يا بابا بلا بابا بلا سيف. يلا جري قدامي. مش عارف اقول لك ايه ولا ابدا منين، بس والله العظيم مظلوم. لا انا ارهابي ولا قصدت اقتل بجد. يعني انت قتلت بجد؟ كنت بدافع عن واحده. واللي دافع عن واحده يا ابني يقوم يقتل. ما انا ما كنتش اقصد والله العظيم، لا اعرفه ولا اعرفه، اتحطيت في موقف لقيت نفسي بعمل كده. يعني انت قتلت بجد؟ قتلت واحد امريكاني. يا قلبي يا قلبي يا قلبي. كنت بوصل طلب لقيت الراجل ده بيتهجم على واحدة استنجدت بيه، دخلت دافع عنها كان قتلنا احنا الاثنين، لقيت نفسي غصب عني بقتله. هل انت قتلت بجد؟ قتلت بجد؟ تعيطش يلا، ده راجل، الراجل ما بيعيطش. مرزوق انا عارف ان موجود هنا ممكن يعمل لك مشكله كبيره في شغلك، انا هسلم عليك بسرعه وامشي. اهرب اهرب يا ادم اهرب. اهرب فين يا مرزوق؟ يهرب ليه يا مرزوق؟ انا بلغت عنك. ايه بلغت عنه؟ يخرب بيتك.
حبيبي يا ادم. ادم 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 اقسم بالله العظيم غصب عني. حكم القوي يا ادم، حكم القوي غصب عننا كلنا. عايز كاردون حوالين المنطقة دي كلها في منطقة السرعة، وأي حد يلمح الواد ده يضربه بالنار. حاضر يا باشا. سيف باشا، نضربه بالنار ايه سعادتك؟ هو كلب، ده بني آدم سعادتك، احنا نمسكه ونسلمه. شنبيه، سبق وقلت لك الكلام ده أكتر من مرة، قلبك الحنين واحساسك الامن دول يتحطوا في الدرج ويتقفل عليهم كويس قوي، وبعدين تصحصح من نومك وتاخد لك حاجه دافيه وبعدين تجي لي على الشغل. مفهوم؟ سيف باشا، بعد اذن سعادتك، احنا وظيفتنا ان احنا ظباط، وظيفتنا ان احنا نمسك المجرم ونسلمه للمحكمه. المحكمه بقى فيها قاضي يا يحكم عليه بالاعدام يا بالبراءه، ده مش موضوعنا، لكن احنا وظيفتنا ان احنا ما نضربش الناس بالنار يا باشا، وبرده تحت امر سعادتك. باشا الواد اختفى خالص يا باشا. لازم يختفي طبعا، لازم يهرب، عشان واقفين بنرغي في كلام فاضي. ورايا انا اسف، ما لقيتش حتى استخبى فيها غير هنا.
تاني لك يا ادم. ادخل ادخل. الحمد لله على سلامتك. انت باين تعبان، لازم تخش تستريح. تعبان قوي. ياه اخيرا جيتي ولفتي لي السجاير، ميرسي. يا سلام يا سوسو، يعني انت بعتيلي بس علشان اجي الف لك السجاير؟ لا يا حبيبتي، ده انت صاحبتي وحبيبتي. احكي لي بقى على الكروزه بتاعت الاقصر واسوان. اوه كانت تجنن يا سوسو، بجد بجد كانت ناقصاك. يا ريت. سيف حمد الله على السلامة. سيف جوزي سمر. تشرفنا. اهلا. طيب استاذن بقى يا سوسو. ليه يا حبيبتي ما انت قاعده شويه؟ معلش عشان اسيبكم براحتكم. باي باي. نورتي نورتي يا حبيبتي. ميرسي على العربية. ليه كده يا سيف عملتها بالطريقة الوحشة دي؟ مين دي؟ صاحبتي. وانت من امتى بتعرف الأشكال دي؟ دي بنت مؤدبة قوي، وانا اعرفها من ايام المدرسة واعرف اهلها. بس اكيد في حاجات كتير جدا اختلفت عن ايام المدرسة، ده غير بقى الفترة اللي انت قطعتيها فيها. اكيد في حاجات كتير قوي اتغيرت. حاجات زي ايه يعني؟ يعني شرب السجاير مثلا، مش هي دي اللي علمتك السجاير ولا انا غلطان؟ سمر ما بتشربش السجاير اصلا. عيب عليكي لما تهيني في خبرتي. انت عارفة ان انا بوزن البني ادم بنظرة عين. صاحبتك دي مش بتشرب سجاير وبس، لا دي بتشيش كمان. فعلا هي بتشرب شيشه بس مع جوزها في كفايه عامه كمان. انا يا مؤكرم ومعليكي بقى عرفت منين؟ تخرجي معاهم من ورايا ولا ايه؟ انا اقدر يا حبيبي، هي اللي كانت بتحكي لي طبعا. اه طيب بقى اسمعيني بقى كويس قوي يا بنت الناس وركزي معايا. من النهارده لا تحكي لها ولا تحكي لي. يعني ايه؟ يعني تقطعيها تماما، يا اما هعتقلها وامحيها لك من على وش الدنيا. تعتقلها ليه بس؟ هي كانت عملت ايه؟ بقول لك ايه، انا لو دعبست وراها هطلع الف حاجه اعتقلها بيها. سيبيها تعيش حياتها بس تبقى بعيد عنك، بدل ما تقربيها وتفقديها. ما انا عارفاك سيف الحديدي وتعملها. انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. ولا يهمك يا حبيبي. تتحرق سمر، تولع سمر، ادي نمره سمر دلي. يعني مش زعلانة ان انا بقولك قطعي صاحبتك؟ بالعكس، انت جوزي وحبيبي وابقى واحد ليه في الدنيا دي كلها. طلباتك قوي. تحبيني يا سام؟ بحبك بس، ده انا بموت فيك. هو انا ليه غيرك في الدنيا؟ هقوم اعمل لك حاجة. بصراحة بقى عم البيت احنا لسه شاريين. اظن خلاص ادم اللي كان قص المشكلة راح ومش راجع تاني. راجع منين يا ابني؟ ده راح في سكة اللي راح ما يرجعش. وفي حد بيعدي الحكومة ويعرف يعيش؟ ده واد ارهابي. وبعدين لعلمك لو في اي سكة تربطك بينك وبينهم في خطورة عليكم. ده واد جربة. جربة مين؟ استاذ ادم ده عنده في واحد في الحتة، ان شاء الله يرجع لنا بألف سلامة. غور ياض من هنا يا غور. اخوانا سيبكم من موضوع ادم دلوقتي. حكاية وما فيها ان انا مش قادر افاتح البيت في موضوعكم. معقولة ده كلام تقوله برضو؟ ده انت ابوها وعارف مصلحتها واحنا شاريين. عايزك تهدى عليها كده بالراحة وبعدين فاتحها بالهداوة. ها قلت يا عم عبيد هتم معاد الشراكة ونزوقها بفتحة هذا
ولا لسه في الامور امور؟ امور امور ايه يا ابني انت؟ ما تعلم امال احنا دلوقتي هنقرا الفاتحه معاه ونتمم كل حاجه ونتمم الشراكه اللي بيننا ونتفق على كل شيء دلوقتي. ايوه يا عم زغلول، بس الحكايه بس ايه يا عم عبيد؟ الله، بسم بالله كده وتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرا الفاتحه، امال انت مش عايزنا نفرح ولا ايه؟ ايه ما نفسكش فعلا تفرح ولا ايه يا عم عبيد؟ طبعا نفسي افرح. طب اقرا الفاتحه بقى. بس عم بالله، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ممكن بقى عشان خاطري تاكل لقمه وتقوم تستحمى وترتاح شويه؟ ماليش نفس. انا اتكلمت مع ناس هيدبروا لك طريقه تهرب بيها بره مصر. اهرب بره مصر؟ اهرب فين يعني؟ في اي حته، المهم تختفي عن عيون الناس وتعيش في امان. عايش في امان؟ انا انسي الامان ده حاجه ما بتتحسش غير لما الواحد يبقى في بلده وسط اهله مع الناس اللي بيحبوهم. يا ابني الواحد ما بياخدش كل حاجه، ساعات بتفرض علينا حاجات غصب عننا. معاك حق يا دكتور، بس في ناس عمرهم ما خدوا فرصة ان هم يختاروا، دايما بتتفرض عليهم الظروف. ادم اخباره ايه؟ طمني. الحمد لله. عارف يا كريم، اول ما سمعت خبر مطاردته في الاخبار قلبي وقع في رجلي وخفت لا يكون قبضوا عليه. ربنا ستر عليها. انا ما كنتش عارفه انك كده. كده ازاي يعني؟ يعني كنت فاكراك مستهتر ومش قد تحمل اي مسؤوليه. وايه يعني اللي خليكي تغيري رايك فيا في لحظه كده؟ موقفك مع ادم رغم ان ده ممكن يكون خطر عليك، بس عرفني ان انت صاحب صاحبك، وان يعني الاستهتار ده مش سمه متاصله فيك. هي يعني كلامك ده اسعدني وخلاني مبسوط. طيب الحمد لله انه اسعدك. ايه ايه بقى على فين؟ عندي اجتماع مهم. مع مين؟ جمعية كلنا ايد واحدة سياسية، ما انا امينة الصندوق فيها. والله كلكم ايد واحدة؟ ويا ترى بقى بتعملوا ايه بقى بالايد الواحدة دي؟ بنعمل اللي مسكوت عليه ولازم يتعمل. يلا سلام. مجنونة قوي بس لذيذة. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. هايدي عاملة ايه دلوقتي؟ كويسة الحمد لله، اديت لها الدواء ودخلت تنام شوية. ربنا يشفيها ويحميها يا رب. مالك يا حبيبي؟ شكلك تعبان. مفيش، شوية مشاكل في الشغل مش أكتر. طب أحضر لك الغداء؟ معقولة؟ منال هانم بجلالة قدرها عملت غدا؟ حرام عليك بقى، أنت ظالمني قوي، مش للدرجات دي يعني. أنت اللي ظالمة نفسك لما بتهمليني وبتهملي بيتك وبنتك. حبيبي انت مش ملاحظ ان احنا بقالنا كتير بنتخانق مع بعض؟ ويا ترى بقى مين فينا السبب؟ انا ولا انت؟ احنا الاثنين. انا انا كفايه عليا مشاكل الشغل وقرفه، يعني انا اكتر واحد في الدنيا دي محتاج للهدوء والراحه في البيت، يعني مستحيل اعمل اي مشاكل. يعني برضو عايز ترجفني الغلط لوحدي؟ عشان انت غلطانه ولازم تعرفي غلطك وتعترفي بيه عشان تعرفي تصلحيه. طب واصلحه ازاي يعني وانت كل حاجه شايفني بعملها غلط؟ وبعدين عمرك ما قدرتني. قدرتك كتير، قدرتك كتير قوي واديتك اكتر من حقك، بس للاسف لما دلعتك اتمرعتي عليا. يعني مفيش فايده هشام برضو عايز تتخانق؟ بالعكس، انا نفسي نكون كويسين مع بعض بس بشروط. وايه بقى ان شاء الله الشروط؟ تهتمي بيا وببيتك وببنتك وتنسي اي حاجه تانية، فاهمه يا حبيبتي؟ اه يعني عايزني خدامه ليك ولبنتك وحياتي الخاصه تولع بجاز مش كده؟ انا عاوزك زوجه وام وست بيت، وحياتك الخاصه اللي انت بتتكلمي عليها دي المفروض انها تدور في نطاق الاسره بتاعتنا، مش براها مع اصحابك والنادي والباديكير والمانيكير والحاجات الكتير دي. هشام انت ما كنتش كده اول الجواز. اول الجواز كنا عرسان جداد، كنت بضغط على نفسي قوي وبستحمل
وباجي على نفسي علشان خاطر ارضيكي، لكن دلوقتي بقينا اسرة، عندنا طفلة صغيرة، مش هسمح لك انك تفرطي في حقوقها. انت فاهمة ولا لا؟ حاضر فاهمة. خلاص خلاص، انت بس ادخل غير هدومك عقبال ما حضر لك الغدا. ايوه كده كده احبك وانت عارفة اللي عليكي وبتعمليه. شاطرة. دي بقت عيشة تكئب. انا اللي عملت فيه كده، ضيعته بسببي وهو ملوش اي ذنب، ده مقدر ومكتوب يا بنتي. يعني حبيبته دي ذنبها ايه؟ قلبها يتكسر بسبب امه واخواته، ذنبهم يتحرموا منه بسببي. هو نفسه ذنبه ايه بقى جه عليه اليوم اللي بيجري فيه بجبن ورعب وهو في نظر البلد كلها مجرم؟ صدقيني يا بنتي، كل شيء له سبب، ربنا له حكمته، وكل أزمة مهما كانت كبيرة أكيد هيجي يوم وتنتهي. المهم نهايتها هتكون إيه يا بابا؟ يا ترى تفرح ولا توجع أكتر من الوجع اللي الواحد فيه دلوقتي؟ إهدي يا حبيبتي، إهدي يا ناسي، مش كده. إهدى إزاي بس وفي ذنب ناس فرقت؟ أنت ما اتفقتيش معاه على حاجة، وكل اللي حصل ده كله كان صدفة. صدفة قلبت حياته ومررت حياتي أكتر ما هي مرة. هيجرالك حاجة، مش كده يا حبيبتي؟ خلي عندك إيمان بربنا. حاضر رب. ما تفهميني بقى بطة. أفهم إيه بعد ما غدرت بأخويا وبلغت عنه الحكومة؟ طلعت خاين وملكش أمان يا مرزوق. لا يا بطة، أنا لو خاين ومليش أمان ومش باقي عليكي ما كنتش قلت له وخليته يهرب. بعد إيه؟ بعد ما جبته برجليه عشان يقبضوا عليه؟ كان لازم أعمل كده، دي أوامر أوامر. بس برضو علشان خاطر عيونك مسكت العصاية من النص، بلغتهم بمعاد وصوله، وأول ما هو جه قلت له إن هم هيكبسوا عليه. أنا بقى مش عايز أعيش مع خسيس زيك تحت سقف واحد. لا يا بطة، اهدي علشان تفهميني. أنا فهمتك خلاص، والحمد لله إن ربنا كشفك قبل ما تدبس فيك. برا برا وما تورينيش وشك تاني. اخرج بره يا بطه، بس احنا مش هنتعاتب دلوقتي علشان انتي متعصبه شويه، وهيبقى لينا كلام تاني بعدين. بعدين يا بطه. يا بنتي استهدي بالله واسمعي الكلام، احنا ناس على قد حالنا مش حمل مشاكل. يعني جوازتي من ديسي هي اللي هتحل المشكله؟ طبعا يا هنا يا بنتي. شوفي، ما انتي اصل خطوبتك من ديسي دي اكبر دليل على اني ملكيش اي علاقه باللي اسمه ادم ده، يعني تنقذينا من البهدله وكلام الناس. اسمع كلام ابوك، ادم دلوقتي خطر على اي حد هو عارفه. عيطي عيطي يا بنتي حبيبتي، خرجي الحزن اللي جواكي ده وطلعي الهم، خلينا نفرح بقى. فرح ايه بس؟ انتوا لسه مصرين برضو يا بنتي؟ والله العظيم احنا كل همنا مصلحتك. ها قلتي ايه؟ مبروك يا ام هنا. بتقول ايه؟ مبروك؟ البنت رايحه اوضتها مقهوره وبتعيط. بس سكتت، واللي قبلنا قالوا السكوت علامه الرضا. ما تسكتي انت بقى يا ماما وما تعقديهاش بقى. انا اللي بعقدها؟ ربنا يسامحكم، والله البنت دي ذنبها في رقبتكم. هي امك دي ولا ام هنا؟ شايله في قلبي حمل ومحتاجه فضفض يا ابونا، ومش هلاقي حد امن منك افضفض له. خير يا بنتي؟ بتكلمي. لما حد يا ابونا ينقذ حياتك وشرفك ويتحط في مصيبه بسببك ويضيع حياته ومستقبله عشانك، ممكن تعمل معاه ايه؟ بالتاكيد اخلص له وادفع عنه اي شر، واحاول بشتى الطرق اني ادافع عنه. بس المشكله ان الناس كلها ضده، مش فاهمين الموضوع على حقيقته. حاولي تفهميهم حقيقه الموضوع، لان ربنا بيحب اننا ننقذ المظلوم من ايد الظالم. افهمهم ازاي بس؟ المشكله ان الموضوع كبير ومعقد قوي، وفي خطوره عليا كمان. ما تخافيش يا بنتي، طول ما نيتك خير، لان انتي
ربنا هو اللي هيدلك وهيقف جنبك وهيدلك على الطريق الصحيح. عندك حق يا ابني، لازم نحب الخير للغير زي ما بنحبه لنفسنا. تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الارمله. يا ريت كانت الناس كلها زيك يا مولا. في ناس كتير كويسين، الدنيا لسه بخير يا بنتي. دي تاني بولة هتخسرها النهاردة يا أبو عاطف، مالك مش مركز في اللعب خالص النهاردة؟ في ايه؟ مفيش همارة يا أخويا، بس تعبان شوية. وإيه اللي تعبك؟ موضوع مأزمني كده يا جدع. موضوع ايه؟ الله، وانت مالك؟ وانت مراتي ولا لا؟ ده انت مونون على الآخر. بقولك ايه؟ إيدك على فلوس رهان البولة بتاعت اللي كسبتها منك. معيش ولا مليم. كلام ايه ده؟ ما انت نفضتني من كل الفلوس من الصبح يا جدع. لا بقول لك ايه، انا عايز حقي لحسن، لو ما خدتوش هتنحس. عاطف، ايه ده؟ فوق يا عاطف، فوق يا ابني، يا ابني انا عايز حقي كده. الموبايل ده انا هاخده تخليص حق. وايه تاني؟ شكله غالي، انا واخده بيقه.